إحدى الشخصيات الرئيسية لفيلم البحث عن نيمو باسم دوري الفاقدة للذاكرة، وبعده بفترة نزل الفيلم الخاص لها وهو البحث عن دوري، وبالمناسبة هو المفضل لدي. عدسة عمر، أهلا، هذا أنا سمكة الجراح الزرقاء أو التانق الأزرق، وبالواصف العربي الهيبو تانق، تسكن في جميع أنحاء المحيط الهندي والهادئ، تتغذى على العوالق والطحالب، وهي من أكثر الأسماك شهرة في الأسواق المائية المالحة، ويكون عمر النضوج في الشهر التاسع تقريباً.